هنتكلم دلوقتي في سيرم 4 في الكالكولاس. دي سيرم معمولة بتجيب لنا الليمت للحاجات الحلوة سهلة ان احنا نجيبها على طول، بس لازم يكون ايه اللي فوق زي اللي تحت. تبص المنظر ليمت لما الاكس تنس تو ايه، اكس تو ذا باور ان ماينس ايه تو ذا باور ان على اكس ماينس الايه، اللي فوق اكس وايه زي تحت، اكس وايه زي اللي تحت الليمت اكس وايه، يا دوب الاختلاف ايه الباور فوق ان وان بس. طب بنعمل ايه هنا؟ بنقسم الباور على الباور، يعني ال n على 1 في تايمز ال a to the power ال n minus ال 1، يعني نقسم الباور على الباور في a to the power n minus ال 1. في منها ايه كورولاريز للسيرم دي. اول واحدة منهم بافرض ان كان في فوق باورات وتحت في باورات، عادي جدا نقسم الباور على الباور، يبقى ال m على n وال a to the power ال m minus ال n، ال a to the power ال m minus n يعني باور اللي فوق minus اللي تحت. يبقى قبل ال a الباورات مقسومين وبعد ال a الباورات ايه مطروحين فوقيها، فوق ال a الباورات مطروحين. طب افرض كانت منظر زي كده x plus ال a all to the power ال m minus a to the power ال m على ال x. بسيطة، انت عارف ممكن تزود تحت ال a وتطرح a فتبقى زيها زي اللي فوق بالظبط، يبقى باور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى m over 1 تايمز ال a to the power m minus ال 1، يبقى مش مشكلة، يبقى تبقى نفس الاسلوب هو هو. في الاكزامبل ده هنطبق على الكلام اللي قلناه من شوية. كاتب لي ليميت لما الاكس تند تو 3 اكس تو ذا باور 4 ماينس 8 تو 1 على اكس ماينس 3. ملاحظ ان اللي فوق دي اكس تو ذا باور 4، يبقى لازم ال 8 تو 1 حاجه تو ذا باور 4. كام تو ذا باور 4؟ 3 تو ذا باور 4. طب اجيبها منين؟ اللي تحت الليميت مكتوبه اكس تند تو 3، يبقى لازم ال 8 تو 1 تبقى 3. وكمان الدينومريتور هنا مكتوب اكس ماينس 3، يبقى لازم تكون اكس فوق اكس ماينس 3. يبقى 3 to the power كام 4؟ جبت منين ال 4؟ من اللي جنبيها، وانت لو عملت 3 to the power 4 بالكالكوليتر هتلاقيها هي 2 1. يبقى اذا الاجابه تطلع ايه؟ باور اللي فوق على الباور اللي تحت في 3 to the power اللي فوق ماينس اللي تحت، يبقى 4 ماينس 1. 4 ماينس 1 في الكام؟ 3. يبقى 3 to the power 3 بكام؟ ب 27 تايمز ال 4 بكام؟ ب 1. ده مثال تاني جديد حلو. ليميت لما الـ x تنس 2 لـ x to the power 7 minus 128 over x to the power 5 minus 32. واضح إن تحت الليميت هنا x تنس 2، يبقى لازم الـ x to the power 7 تكون minus 2 to the power 7. يعني أنا باخد من اللي تحت الليميت بحاول أخلي فوق زيها وتحتها تبقى زيها. يبقى هنا x to the power 7 minus 2 to the power 7 over x to the power 5 minus 2 to the power 5. أطبق القانون، الباور اللي فوق 7 على الباور اللي تحت 5 times 2 to the power اللي فوق minus اللي تحت، يبقى 7 minus 5. 7 minus 5 2 مرفوعة فوق 2 تبقى 4، 4 times 7 تبقى 28 over 5. في المثال ده واضح ان فوق الاشاره بوزيتيف، لا السيرم فور ما قالتش ان يكون في النص في بوزيتيف، حتى هو كاتب تحت الليمت ليمت لما الاكس تنس تو نيجاتيف 3، بمعنى انه لازم يكون فوق في ماينس وتحت في ماينس. واحد يقول لي طب ما تحت في ماينس اهو،
ازاي اخلي اللي فوق ماينس؟ لا، واللي تحت هتبقى فيه حاجه تانية. اللي فوق اخليها ماينس ازاي؟ الاكس تو ذا باور 5 بس ماينس نيجاتيف 3 تو ذا باور 5. ليه؟ لان نيجاتيف 3 تو ذا باور 5 بنيجاتيف 243، لما اضربها في النيجاتيف اللي بره يجي تطلع بوزيتيف 243 زي ما كانت في المثل. طب اللي تحت نيجاتيف 3 تو ذا باور 4 ببوزيتيف 81، والنيجاتيف اللي بره قاعد زي ما هي. يجي المساله اتظبطت، فوق اكس ماينس نيجاتيف 3، الباورات فوق 5، الباورات تحت 4، يجي الباور اللي فوق على الباور اللي تحت يعني 5 اوفر 4 تايمز نيجاتيف 3 تو ذا باور اللي فوق ماينس اللي تحت، يعني ال 5 وماينس ال 4، 5 وماينس ال 4 فيها ال 1 يبقى نيجاتيف 3 بس، تايمز ال 5 يبقى نيجاتيف 15 اوفر ايه 4. المثال ده في شكل زيه في الكورولاري، انه الاكس بلس ال 5 اول تو ذا باور 4. طب انا ممكن اخلي 6 تو 5 دي عباره عن ايه؟ 5 تو ذا باور 4. واجيبها منين؟ مش انت بيقول لك ليميت لما الاكس تنس 0؟ حط الاكس بزيرو كده جوه القوس، باقيه مين؟ باقيه 5 تو ذا باور 4. يبقى لازم ال 6 تو 5 تكون 5 تو ذا باور 4. ليه؟ عشان تطلع 0 اوفر 0 اللي هي انسبيسيفايد، وتحت تبقى بزيرو، يبقى كده مظبوط. يبقى لازم اخلي 6 تو 5 عباره عن ايه؟ 5 تو ذا باور ايه؟ 4. ماشي؟ طيب، واللي تحت سيبها اكس زي ما هي وهتطبق القانون عادي، 4 اوفر 1 في 5 تو ذا باور 4 ماينس ال 1. المثال ده سهل ده بقى. هتبقى اكس تو ذا باور 5، ال 32 هتبقى 2 تو ذا باور 5، اللي تحت اكس تو ذا باور 2 ماينس 2 تو ذا باور 2، وطبق دايركت وادي الاجابات بتاعتهم اهي. شفت الاولانيه طلعت ايه؟ اكس بلس 5 تو ذا باور 4 ماينس 5 تو ذا باور 4 اوفر اكس، وطبقت القانون على طول. يبقى 4 ده الباور اللي فوق اوفر 1 اللي هو الباور تحت، مفيش باور تحت، تايمز ال 5 تو ذا باور 4 ماينس ال 1 اللي هي ب 3 اللي هي 1 تو 5 تايمز ال 4 تبقى 500. اما التحتانيه خلاص قلنا اللي هي 5 اوفر 2 تايمز 2 تو ذا باور 5 ماينس 2، 5 ماينس 2 اللي هي بكام؟ ب 3، 2 تو ذا باور 3 بكام؟ ب 8، 8 ديفايد 2 فيها 4 تايمز 5 يبقى ب 20. دي مثال سهلة وحلوة وتقدر تجاوبها أنت بسهولة. المثال ده كاتب لي ليميت لما الإكس تنس تو 16 لمين؟ كاتب الفورث روت لإكس to the power 5 minus 32 تحت السكوير روت للاكس to the power 3. انتوا عارفين ان فوق نقدر نكتب الاكس من غير روت ازاي؟ ال 5 over 4 يجا اكس to the power 5 over 4. طب واللي تحت السكوير روت ب 2 يجا الاكس to the power 3 over 2. ده مين ده اللي تحت؟ ماشي؟ انا لو عوضت على الاكس ب 16 هنا وجبت لها الفورث روت هتطلع ب 32 ماينس 32 تبقى ب 0، واللي تحت لو عوضتها الاكس ب 16 تو ذا باور 3 وجبت لها الروت هتطلع ب 64 ماينس 64 تبقى ب 0، يبقى دي انسبيسيفايد او نو مينينج. ماشي؟ نعمل ايه؟ انا لسه بقول دلوقتي هنخلي الاكس تو ذا باور 5 اوفر 4، وال 32 ده اقدر اشيلها واعملها 16 تو ذا باور 5 اوفر 4. طب واللي تحت x to the power 3 over 2. طب وال 64 16 to the power 3 over 2. يبقى بقت اللي فوق موديل زي اللي تحت بالظبط، والباورات زي بعضيهم فوق، الباورات زي بعضيهم تحت. بنعمل ايه احنا؟ نقسم الباور فوق على الباور تحت، يعني ال 5 over 4 اقسمها على 3 over 2 times 16 to the power ايه؟ 5 over 4 minus 3 over 2. الجواب النهائي ممكن تعملها بالكالكوليتر، هتطلع لك 5 over 6 times 16 to the power negative 1 over 4 اللي هي 5 over 12 كلها على بعضيها. المثال ده يعني عملنا زيه هنا، بس تحت كاتب لي x plus 5، ما ينفعش 5 plus لا، وعملناه وقلنا نتصرف ازاي.
تحت الليمت كاتب x tends to negative 5. أنا لو عدت فوق وتحت هتطلع 0 over 0 اللي هي unspecified. فكده لازم أظبط اللي فوق زي اللي تحت زي اللي تحت الليمت. إيه اللي تحت الليمت؟ x tends to negative 5. يبقى لازم فوق تكون x to the power 4، يبقى لازم وراها negative 5 to the power 4، وأنتوا عارفين negative 5 to the power 4 هي 6 to 5. طب البوزيتيف اللي تحت أعملها minus minus. كده يبقى بقت اللي تحت موديل اللي فوق بالظبط. ماشي؟ هتقول لي بس اللي تحت الاكس مش محطوطه جوه كوس. يا سيدي مش مشكله، يبقى الباور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى 4 اوفر 1 في نيجاتيف 5 تو ذا باور 4 ماينس ال 1 يعني 3 تبقى نيجاتيف 1 تو 5 تايمز ال 4 تبقى نيجاتيف كام؟ 500. المثال ده عملنا زيه كتير، اللي هي قلنا نخلي الاكس تبقى ايه؟ 7 over 4. اللي تحت مظبوطة، اللي تحت زي اللي تحت الليمت. بص x tends to 16 وهنا x minus 16. اللي فوق كتبتها x to the power كام؟ 7 over 4. يبقى لازم ال 1 to 8 تبقى 16 to the power 7 over 4. ليه؟ علشان تبقى نفس الفورمة بتاعت الليمت، هي اللي فوق x minus 16 هي اللي من تحت x minus 16. يبقى نطبق القانون، الباور فوق 7 over 4 divided by 1 times 16 to the power 7 over 4 minus ال 1. 7 over 4 minus ال 1 تبقى 3 over 4، فوق ال 16 هتبقى 2 to the power 3 اللي هي 8، تختصر مع ال 4 فيها 2 times 7 يبقى equal 14. ده الجواب النهائي بتاع المسألة. في المثال ده ليميت لما الاكس تنسو 7، شايف زي اللي تحت بالظبط اكس ماينس 7 يبقى اللي تحت بزير، ولو عوضت عن اكس فوق ب 7 يبقى 7 بلس 25 هتلاقيها 32. الفيرست روت ل 32 يطلع ب 2، 2 ماينس 2 تبقى ب 0، يبقى 0 اوفر 0 نو مينينج. طب نعمل ايه؟ اللي فوق اقدر اكتبها اكس بلس 25 اول تو ذا باور 1 اوفر 5، اول تو ذا باور 1 اوفر 5. إذا لازم أخلي الـ 2 دي حاجة to the power 1 over 5، أخليها إزاي؟ حط الـ x بـ 7 كده، 7 plus 25 يبقى بكام؟ 32. يبقى لازم الـ 2 دي تبقى 32 to the power 1 over 5. يبقى لو وقعت عن الـ x بـ 7 هلاقيها 32 to the power 1 over 5، إنما اللي تحت هتنقلها هي اللي فوق بالظبط، يعني بص بص اللي فوق الكوست والاكس ماينس 7 اللي كانت تحت بقت ايه؟ بقت اكس بلس 25 ماينس 32. لو انت جمعت البوزيتيف 25 والماينس 32 تلاقيها النيجاتيف 7 اللي موجوده فوق. طبق القانون، بار اللي فوق 1 اوفر 5 ديفايدد وتحت 1 خلاص مش مشكله، يبقى تايمز 32 تو ذا باور ايه؟ 1 اوفر 5 ماينس ال 1. دي تجيبها بالكالكوليتر هتطلع لك ايه؟ 1 اوفر 80. هنا المثال ده بقى تركز معايا سنة فيه، ملاحظ ان ايه؟ هنا ال h tends to 0 مش مشكلة، ال h ولا ال x ولا يحط اي حرف اللي يحطه ماشي انا اشتغل عليه. يبقى انا هشتغل على ال h هنا، بس ال h لو حطيتها في 0 هنا يبقى 3 to the power 5 ب 243 minus 243 يبقى ب 0، وتحت حط ال h ب 0 يبقى بيجي 0 over 0 no meaning. ماشي؟ طيب اعمل ايه؟ هتاخد الرقمين اللي قدام اتش فوق واللي قدام اتش تحت، قدام جنب الاتش فوق كام؟ 2، اللي جنب الاتش فوق كام؟ 2، واللي جنب الاتش تحت كام؟ 5. خد ال 2 اوفر 5 دي ارميها بره، ارميها فين؟ بره، وظبط اللي فوق هو هو اللي تحت. ازاي دي؟ 2 اتش بلس 3 سيبها زي ما هي، ماينس ال 243 كام تو ذا باور 5؟ 3 تو ذا باور 5. خلاص، ومن غير الفايفات خدهم ورصهم تحت. بص تحت زي اللي فوق بالظبط، ازاي 2 h plus 3 minus 3 هتلاقي المسألة مظبطة. يعني انت لو شطبت تحت 3 مع 3 تلاقيها بقت 2 h، تشطب ال 2 مع ال 2 اللي بره وترجع ال 5 تلاقي مسألتك طلع زي ما هي. يبقى اذا انا ظبطت المسألة، بس اوعى تنسى ال 2 over 5 اللي من بره. بص انا كاتبها فين في الاول؟ تايمز ايه؟
باور اللي فوق على الباور اللي تحت يبقى 5 اوفر 1 تايمز مين ال a فينك يا ايه ب 3 3 تو ذا باور ايه الباور فوق ماينس اللي تحت يبقى 5 وماينس ال 1 يبقى الجواب النهائي طلعت بكام 162 ماشي. الجزء ده كومبليت، انا مديكم ست مسائل تفكروا فيهم، عايزكم تنجزوهم الستة دول وتحلوهم انتوا وهتشوف اجاباتك طلع زي ما انا هكتبهم ولا ماشي. الليمت لما الاكس تنس 2 ل 3 اكس ماينس عوض ب 2، والله لو ما طلعتش في 0 يبقى خلاص ده مدفون، ف 2 تايم 3 ب 6 ماينس 1 تبقى 5، تبقى حاجات سهله مش محتاج ان انا اجاوب عليها. وانت هتعوض في الثانيه وتعوض في الثالثه وتشوف اللي هتطلع ايه، طب ونعمل لها ايه، والحاجات اللي ايه نطبق القانون ما نطبقش القانون هتلاقيهم ايه سهلين كده. يلا جرب. برضو هنا المسائل دي تشوز تقول لي بس اول واحده ليميت لما ساين اكس على اكس والاكس تنس تو باي اوفر 2 عادي جدا يا فندم، حط باي اوفر 2 جنب الساين تبقى ساين 90 ب 1 تحت تبقى ايه الاكس باي اوفر 2 1 اوفر باي اوفر 2 يبقى 2 اوفر باي اللي هي نمبر مين سي. انا مش عايز احلهم، عايزك تجرب انت وتعوض فيهم الدوله. يلا كده نقولهم و عوض فيهم وشوف هتطلع بكام ماشي. ملاحظ الاجابات اهي، الاولى تطلع 2 اوفر باي والثانيه هاز نو ليميت لان مش هتنفع، والثالثه هتطلع ديفايد باي 0 يعني مالهاش ليميت، الثالثه 4 اوفر باي، الرابعه 15. شوف اجاباتك طلعت زي ما انت كاتب زي ما معمول عليهم دوبل ولا لا. برضه مسألة تشوز هنا، المسألة دي اللي المفروض تحلوها انتوا وتختار واحدة من دول في نمبر 14 ونمبر 15. طبعا الإجابة دي هتبقى ب 1، أنا اديتك فرصة في الأول تفكر وتعوض وتطبق القانون، والتانية هزيمة.